في بيت جالا احتفل اثنان من الطلاب الكليريكيين، هما فادي يوسف فتال من الأردن وسلامة عازر من فلسطين، بارتداء الثوب الكليريكي بحضور حشد من طلبة المعهد الكليريكي وذوي الطالبين فتال وعازر وجمع من المؤمنين. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مريم الحدوة شهدت الاحتفال وأعدت التقرير التالي. حزيران هو الشهر المكرس لقلب يسوع الأقدس، شهر الرسامات الكهنوتية والشمسية وارتداء الثوب الإكليريكي، حيث احتفلت الكنيسة اللاتينية بقداس احتفالي في كنيسة سيدة البشارة القريبة من المعهد الإكليريكي بقداس احتفالي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس، وبمعاونة المطران بولس ماركوتسو والكهنة ورئيس المعهد الإكليريكي وكاهن الرعية. والاحتفال برتبة القبول ولبس الثوب الإكليريكي للطالب فادي يوسف فتال من الأردن والطالب سلامة حنا عازر من بيت جالا، وذلك بحضور الأهل من الأردن وفلسطين. بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من أهل إسرائيل وأعلنوا في الطريق أن قد اقترب ملاك السماوات. تخلل القداسة لبس الثوب الإكليريكي للطالب فادي والذي عاونه في الارتداء والده وشبينه في مسيرته الشماس يوسف فتال من الأردن، والطالب سلامة وشبينه الأب عيسى حجازين كاهن رعية اللاتين في بيت سحور. وعمت فرحة كبيرة بالكنيسة بدخول الطلاب مرتدين الثوب الإكليريكي بكل فخر واعتزاز للسير قدما في سلك الكهنوت. اجعل المقبلين على ارتداء دينا أهلا لأن يلبساك أنت بنفسك. وبعد البركة تم الاحتفال بساحة الكنيسة بهذه النعمة المباركة من قبل الأهالي والكشاف والمؤمنين. هو نداء الرب ودعوة لقلبيهما لأن يلبوا هذا النداء ليكونوا أهلا لخدمة الكنيسة والخدمات المقدسة. فالكنيسة ترحب بالتعهد المقدس بكل فرح وسرور. اليوم مع قداس الرعية احتفلنا بقبول طالبين جدد إلى الرتب المقدسة ولبسوا الثوب الإكليريكي باحتفال بهيج بحضور أهلهم وأيضا بحضور رعية بيت جالا، لأنه أحد الطلاب الاثنين اسمه سلامة عازر هو من هذه الرعية، الطالب الآخر هو من الأردن لأنه معهدنا يستقبل طلاب من كافة أنحاء الأبرشية وخصوصا من الأردن العزيز. هؤلاء الطلاب سيدخلون اللاهوت وبحاجة إلى 4 سنوات قبل رسامتهم الكهنوتية في وقت قلت فيه الدعوات الكهنوتية وفي وقت قرأنا فيه اليوم إنجيل يسوع يدعو التلاميذ ويقول الحصاد كثير والعمل قليلون. في مثل هذا الزمن نحن نفرح لأن الله ما زال يقرع أبوابنا ويتفقدنا ويؤمننا بعملة لكرمه وبمعاونينا في ملكوته. منبارك للرعية للمعهد الإكليريكي، نتمنى لكل كنائسنا في الشرق الأوسط إنها يكون عندها دعوات قديسة إلى الكهنوت. كل عام وأنتم بخير. نشكر ربنا على هذه النعمة. صحيح في خليط من البهجة ومن الرهبة ومن يعني المناسبة كلها بشكل عام، شيء جميل ومفرح جدا إنه نكون إحنا خدام لربنا لسيدنا يسوع المسيح، خدام للنفوس. وبهذه المناسبة أنا
بشكر بالأول ربنا على هذه النعمة، ثاني شيء بشكر بيتنا خلينا نسميه السمينير اللي بيخرج هيك شباب وهيك كهنة إن شاء الله على طريق القداسة يا رب. وكمان بشكر رعية بيت جالة، كنيسة البشارة في بيت جالة، على استقبالهم هذا الاحتفال وقيام بهذا الاحتفال هذا. بشكر كمان الأساقفة اللي كانوا موجود، سيدنا ويليام وسيدنا بطرس مرقدسو والكهنة المشاركين وكمان رئيس الدير أبونا برنار. بهاي المناسبة كمان ما بنسى نشكر قناة نورسات وجميع المواقع التواصل الاجتماعي على بثهم هذا الاحتفال، وربنا يباركهم إن شاء الله ويبارك جهودهم ويبارك جميع العاملين في هذه القناة وهذه القنوات كلها بشكل عام. هاي رتبة هي تعبير عن إرادتي إني أتبع المسيح، هي تعبير عن رغبتي إني أمشي نحو الكهنوت. الطريق زي ما حكى سيدنا ويليام بالكرزة ممكن طويل كتير أو ممكن تواجهنا فيها صعوبات، ولكن بالإنجيل اليوم بحكي لنا أو بسفر الخروج بحكي لنا لا تخافوا. فأنا متأكد إنه بنعمة ربنا وحماية كمان القديسين والعذراء إني يعني إن شاء الله رح أكمل بهاي الخطوة. وبحاب أشكر الجميع صراحة، المعهد الكليريكي بيتي الثاني أو بيتي الأول زي ما بيحكوا، عشت هون حوالي 6 سنين. حاب أشكر الرعية، حاب أشكر كمان البطركية اللاتينية وكل الأشخاص اللي عم بيشوفونا من خلال البث المباشر. اليوم فرحتنا كثير كبيرة برتبة القبول وارتداء الثوب الكليريكي، هي هاي فرحة يعني حلوة وعظيمة، هي رتبة صغيرة بس هي فرحة كبيرة لنا، لأنه هي عبارة عن إنه إحنا رح نوصل لهدف معين، إحنا دخلنا على السمينار عشان نتنشأ ونوصل لهدف معين، وإحنا هلا عم نمشي تدريجيا لهذا الهدف. وبشكر ربي على هاي النعمة يعني أعطانا إياها بأول مرحلة. كمان حاب أشكر نورسات على تغطيتهم هاي الرتبة ونقلهم بث مباشر كمان والصور، شكرا لكم كثير. لنورسات مارلين الحدوة من باحات كنيسة سيدة البشارة بيت جاله.